تشرفت اليوم بالتسجيل لعضوية المجلس الاستشاري لعام 2019. عملية التسجيل ولله الحمد تمت بكل سهولة وبكل يسر. جميع أعضاء اللجنة والأخوة والأخوات المشاركين في التسجيل متعاونين جدا، وعلى رأسهم طبعا رئيسة اللجنة الأخت مديرة البلدية. وكل ما لمسته أثناء هذا التسجيل كان التعاون التام من قبلهم، وتمت العملية الحمد لله بالعملية التسجيل بكل سهولة وبكل يسر، والحمد لله رب العالمين. وأتمنى لهم التوفيق في تسجيل بقية الأعضاء الراغبين في التسجيل للانتخابات هذا العام.